عقد كل من سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤتمرا صحفيا للإدلاء بالبيان المشترك بين البلدين الشقيقين بمناسبة زيارة الرئيس المصري لمملكة البحرين. هذا وأكد الزياني أن المباحثات الرسمية التي عقدت بين جلالة الملك المعظم وأخيه فخامة الرئيس المصري مثمرة وركزت على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وركزت مباحثات القائدين الكبيرين على العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناولت مسار علاقات التعاون المشترك وما وصل إليه من مستوى متقدم يعكس الحرص المتبادل على الارتقاء به وتطويره إلى مستويات أشمل لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص. وأبدى الجانبان اهتمامهما بتكثيف التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية وفتح آفاق جديدة تلبي المصالح المتبادلة وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكد على دعمهما للجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة، وتعزيز تعاونهما المشترك لإرساء دعائم السلم والاستقرار والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة.